وطبعا تحدثوا عن إيران، طبعا سيكون هناك دبلوماسية أولا وسنرى إلى أين تقودنا، ولكن إذا أخفقت الدبلوماسية فستكون هناك خيارات أخرى. وطبعا سندعم أيضا إسرائيل في ربطها أو في إقامة علاقة تربطها بالعالم العربي والإسلامي، ونفتح نساعدها في فتح الأبواب لإقامة هذه العلاقات، كما ستحدث عن طرق لتعزيز الأمن والسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، كما أننا سنأمر أو حتى يكون هناك طبعا رفع للتأشيرة بين بلدينا.